نتكلم عن أيام المدرسة ونتكلم إيش كنا ناخذ أيام المدرسة، أحس بالحنين وأفتكر شكل السندويتش هذا المفعوص اللي بين الكتب وكان يرجع معانا على البيت، مع إني لما أفتكره أفتكر يلا قديش كان طيب وكان حلو، بس ليش ما كنت أكله؟ على قولة بنتي هذيك اليوم قالت إنه قيمة الأكل بالمدرسة ترتفع والأكل الطيب، لأنه فعلا ما بتعرفي عادة الطلاب سواء اختلاف أعمارهم من صغار لكبار لمراهقين لحتى اللي حيوصلوا لآخر سنة بتحسين إنه هن متحمسين كأنه هاي مفاجأة يتحمسوا عليها، يعني مثل وجبة بين الفطور والغداء أنا بسميها. طبعا قبل الفاصل كنا عم نحكي عن ليش أحيانا في ولاد ما بيأكلوا الأكل تبعهم أو ما بيأكلوا اللانش بوكس نبعته على المدرسة. من أحد الأسباب اللي مع الخبرة ومع حتى من أطفال أصحابي أو غير من الأولاد، أحياناً الأهل بيبعتوا أكل كتير من المطبخ الخاص لهم، يعني مثلاً مطبخ أي مطبخ عربي أو حتى مطبخ هندي أو مطبخ غيره من الدول بيكون مختلف عن بقية يعني الأكلات الموجودة بالبلدان المختلفة، فبتحسي إنه بيكون أول ما بيفتح اللانش بوكس بتطلع منه ريحه كتير قوية. أيوة. فهمت شو قصدي؟ يعني بيكون مثلاً يمكن خلينا نقول تونة، اوكي تونه ريحتها قويه هي طيبه، صح هي اكله كثير طيبه، بس بالخجل. الولد اول ما بيفتح هيك بيعمل هيك اللانش بوكس بحسوا الكل انه اف شو هاي الريحه، فبصير بياثر على الولد وبيعطيه نوع من انواع التنمر، يعني بحس حاله محبط انه اتفشل انا هذا الأكل الحرج واتكسف بالضبط، انه بيكون صح. الولد بحب هذا الاكل والام تاكدي انه بعتت معاه شيء صحي، بس هذا الموضوع اثر على موضوع تنمر ضده، لانه بتعرفي كيف الاولاد بين بعض، ايش هذا وما حبيته بلاش احنا الكبار اصلا لما ادخل مين ايش ريحه الاكل دي بالضبط. ابتعد انا يعني برايي كنصيحه سريعه نبتعد عن الاكل اللي ريحته قويه، مثلا البيض التونه، مع انها هي كلها مأكولات صحيه، نجرب ناخذها على وجبه الفطور او تكون على وجبه الغداء اللي بعد المدرسه. الشغله الثانيه اللي مهمه كمان كثير يمكن حكينا عنها كثير بحلقات قبل، اي شيء بيطلع من البيت او من المطعم فيه داخل فيه المايونيز، يعني احنا ما بنضمن صحته، حتى لو احنا كنا حافظين اللانش بوكس بطريقه مع ثلج، ما بتعرف الولد، يعني عم نعطي الولد مسؤوليه انه ما تطلع بالحر وما تخلي الساندويتش بالحر وما تاكله والحراره مرتفعه، وهي حتقعد في الحر حتقعد في الحر بالزبط. يعني هي حيصير يعني حيصير شيء غلط او ممكن يصير شيء غلط ياثر ويعمل حاله تسمم. صحيح. او تطلع الساندويتش خربانه يقول ماما ما حبيت او ما حبيت هالاكله. طبعا الشغله الثالثه اللي كمان حابه احكي عنها، كلاتنا بنحب الشوكليت والشوكليت رائع ويعتبر سناك بيعطي قوة، ومثل ما كتير مرات حكينا هو صحي، الكاكاو اللي ما فيه كتير سكريات ودهون هو يعتبر وجبة صحية. بس لما بعتها عن المدرسة وتبلش تسيح وتخرب الأشياء اللي حواليها، هذا عم نحكي عن النوع الصحي. صحيح. كمان حتسبب نوع من الإحراج وحس الولد أنه قرف من كل أكله لأنه هو مو فاهم شو اللي صحيح. موجود معه. طبعا انا موضوع اللانش بوكس وجبه الغداء والعوده للمدارس هو موضوع موتر لكل ام، يمكن حتى لكل اب ممكن يفكر انه لازم اجيب هاي الاغراض، لازم احضر هاي الاشياء، ودائما انه قبل ما تنام الام عندها تساؤل انه عندي خبز بكفي، عندي هاي الاشياء بتكفي. فانا حبيت هيك سهل شوي او مبسط الموضوع واعطيكم افكار مختلفه بتسهل موضوع تحضير اللانش بوكس. هذا كان السؤال يمكن نسال دائما عليه الاب، جبت خبز؟ عندنا مدرسة بكرة أو تبعت الساعة 10 خلص الخبز أي بالضبط اللي هو الساعة 10 بالليل، طب ليه مو من 2 الظهر أو من 5؟ هلا حلو لما نحن كمان بنعمل جدول مثل أي شيء بحياتنا غادة، يعني نحن لو بدنا نروح على الشغل بدنا ننتبه على نظام صحي لنقول، حنحضر أكلنا قبل بيوم وحنحضر مثلا ليومين. نفس الشيء بالنسبة للأطفال، إنه نحن لما بننظم جدولنا بتحضير الأكل بنخفف على حالنا الستريس والتوتر، وبنفس الوقت ما في داعي نعقد موضوع شو هي الوجبات اللي بنبعتها مع الأطفال. فإذا بدنا نحكي عن الأطفال بشكل عام، مو اللي عم يتبعوا حملة غذائية، مو اللي عندهم زيادة بالوزن أو مرضى السكر، هذا موضوع مختلف. نتكلم عن الناس العاديين تماماً، عم نحكي أنه بشكل عام الولد صحي بيأكل كل شيء. أول شغلة ما نجرب نغير نظامه الصحي بالمدرسة، يعني بيكون الولد خاص متعود يأكل باستا ومتعود يأكل نشويات كتير، بتقرر بعد إجازة بالضبط بتقول الأم خلاص أنا رح صير أبعت لك خضار على المدرسة، هو ما أنا متعود من صغره على الخضار، فبيروح وبيرجع هو ما عم يأكل أكله، لا هو حيأكل الأكل اللي بحبه وحياخده يمكن من صاحبه أو من أصدقائهم بالمدرسة بدون ما يكون أكل وجبة صحيحة. فإذا نحن يعني للي لسه أولادهم كتير صغار، وهي معلومة عن جد يمكن عن خبرة اكتشفتها، اللي أولادهم لسه بعمر السنة يعني بدوا بالأكل هذا يعودون على الفواكه والخضرة، لأنه هاي العادة حتمشي معاهم بطريقة صحيح. رائعة. بتصير بتقولي للولد بدك كوكيز ولا بدك عنب، هيقلك لا عنب بليز، لأنه هو تعود على طعمة الفاكهة. صحيح 100%. أما لما بيوصل لعمر والله عمره 10 سنين فجأة الأم أنا قررت عودك على الفواكه، حيعزبك. جربي عودي بس بالبيت مو بالمدرسة، يعني خلي المدرسة تكون يعني هيك بدنا شغلة زيادة تحبب هالأولاد بالمدرسة وبيومن.
اتفق معك لانه فعلا انا اعرف كثير امهات عودوا اولادهم على فكره انهم ياكلوا في البيت، حتى لما صاروا يخرجوا مع صحباتهم برا ويروحوا ويكون مسموح كله بياكل، هم لا يبوا يرجعوا ياكلوا اكل مامتهم او اكل بيت. صح. بيرتاحوا أكثر، وهذا فعلا يجي على التعود. وهذا أكل البيت غادة، يعني أحيانا يمكن ما بدنا نعقد موضوع اللانش بوكس. اللانش بوكس شيء كتير بسيط وسهل، أنت هلأ قلتي ساندويتش وجبن. أيوة. وهذا الشيء صحي مو شيء غلط، يعني مو ضروري نبعث معه سلطة ليكون أنا أكل الولد طمنت عليه صار عنده فيتامينات. الساندويتش وخاصة الأطفال عندهم يعني قدرة على حرق الأكل بطريقة كتير سريعة. الجبنة صحية، الخبز صحي، الخضار والمعجنات كلها صحية. أصلا رشة زعتر على الجبنة هذه خلاص كل هالمكونات عن جد صحية، بس كمان حسب شو نوع الأجبان اللي منختاره، شو نوع الخبز اللي منحضره. أنا حبيت هون مثل ما شايفين عنا كتير ألوان وأشكال، حبيت أعطيكم كم فكرة يعني كيف نحن منحضر بطريقة سريعة. أول شيء إذا مثلا نحن المدرسة من الأحد للخميس، نحن ممكن يوم السبت نكون هيك على رواء نعمل مجموعة معجنات بيتزا مثلا، عنا العجين رقيق محطوط عليه خضار، نقدر نخفي الخضار تحت الجبنة حتى، يعني هون عنا الخضار مكشوفة من برا بس نقدر نخفيها تحت الجبنة، بصير هم أكلوا الزيتون وأكلوا المشروم وأكلوا الفلفل الأخضر بس ما حسوا على الخضروات وأكلوا شيء طيب. وهذه تنعمل في البيت وتنحط يعني سهلة. ممكن سهلة وعلى طول. بصيري أنت بحالات التوتر على طول بتطلعي من الفريزر وبتنحفظ بالفريزر بتضل 3 شهور يعني ما بتأثر. بتطلعيها من الفريزر من قبل بيوم بتحطيهم باللانش بوكس بيكون تمام. نفس الشيء مثلا السبانخ، الجبنة هون أنا مثلا حاطة بقلب الجبنة نفسها، ممكن تحطي بقلبها زيتون أو خضار، يعني تستعملي مثلا جبنة بحبها الولد أو تكون هيك فيها طعم ونكهة. صحيح. ما تكون من الأجبان المعقدة وتستشيره بالضبط. أو مثلا لبنة مع زيتون، حتى ممكن نحط هوت دوغ أو نحشي بلحمة مقلاية ونخليها ملفوفة بهالشكل هذا. وأنا بهي مع هاي التشكيلة دائما بفضل أنه نستعمل الخيار لأنه بيكون يخلص يعني بالأخير عجين وناشف. صح. فحتى ما يحس انه ما قادر يكمل لانه طلع له كثير عجين. بنقدر مثلا نحن نحط لنقول بيتزا، حبه بيتزا، ونستعمل على جنب بعض من الخيار، ممكن نحط شوي من الجزر اذا انا بعرف انه انا ابني او بنتي بياكلوا هاي المكونات. أيوه. مو انه تحدي انه انا شكل اللانش بوكس كثير حلو هيك ومفخر، لا 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 انه هي بيحبون هالاشياء وتكون طريه وممكن حمسه حتى الصبح قال له انه ماما انا حطيت هذا ومعها الجزر تطلع كثير طيبه البيتزا مع الخيار، على فكره حتحبها كثير. فبيحس حاله هو انه متاهب وعارف شو موجود عنده وجهي يعني شهي بالضبط. نحن مشاهي حالنا نفس الشيء من جد. انت شاطره في الموضوع. هلا بس معك حق وتدي له اختيار، يعني مثلا تبغى خيار ولا جزر. صح. يعني حط لك زيتون ولا حط لك جبنه. صح. يعني حلو الاختيارات لانه مثلنا مثل الصغار مثلنا يعني انه بنحب دائما التغيير. هلا احكي شوي عن موضوع الساندويتشز. وانا بالنسبه لي يمكن السندويشات كبار صغار مسنين ما في حدا بيقول يمكن على الساندويتش انه ما بدي. الساندويتشز ممكن نحن نحضرهم بحشوات معينة بطعمات طيبة. مثلا عندي هون أنا التوست اللي مستعملته عاملة نوعين الجبنة، وحكينا ببداية الحلقة نوع الجبنة اللي مستعملها لازم ما تكون الجبنة المطبوخة اللي هي منقول منسميها جبنة بروسست، يعني مضاف عليها دهون كتير عالية. ممكن نستعمل جبنة التشدر، ممكن جبنة الموتزاريلا. نوع الجبنة أساسي كتير بأنه هي مغذية، أخذ الكالسيوم اللي بيحتاجه ولا لا. وكمان معلومة سريعة، أنا عادة بعد ما حط الجبنة بقلب التوست بدهن عليه شوي من الزبدة، والزبدة مع الأطفال الصحيين اللي فعلا متوازن أكلهم صحية ما بتأثر بس بتعطي طعم مكرمل ونكهة طيبة. هذا بالنسبة للأولاد اللي شوي بدنا نقول هيك صعبين أو ما بيأكلوا كل شيء. للأولاد اللي هيك أسهل شوي ممكن كمان مع الجبنة مثل ما شايفين هون حضرت نحط شوي طماطم، نحط بقلبها مثلا ريحان أو زيتون، بتصير هون جوسي أكثر أو يعني بتكون هذه مرحلة السنوية أحسها يعني. أو في أولاد والله بيأكلوا بتعرفي بس معك حق، يعني بيكونوا تعود وصار بدهم هيك طعمات ونكهات مختلفة. صحيح. كمان أفكار تانية إذا بدنا نعطيهم الخضار بطريقة ما يحسوا عليها وما يحسوا إنه عم نعطيهم خضرة، كيف بدي أعطيهم خضرة نية مثلا بروكلي ولا كوسة؟ صعب. فشو بعمل؟ ممكن إنه أنا أشوي الخضار مثل ما حضرتهم بهاي الساندويتش، استعملت مثلا المشروم، الفلفل، الكوسة، شويتهم بالفرن وبعدين حطيت عليهم الجبنة ورجعت سخنتها. كتير أساسي نوع الخبز، يعني هون شوفوا الخبز شكله مثل البقات بس هو خبز طري، يعني الأولاد ما تنسوا حياكلوا بسرعة، حيستعم يعني بدهم يخلصوا أسرع وقت. نفس الشيء هون عندنا فكرة تانية بخبز تاني الأسمر، استعملت الخيار مع الأفوكادو مع الجبنة، هذا بيرجع لرأي الطفل. آخر شغلة حابة أحكي عنها هي موضوع
موضوع الجرانولا، دائما الجرانولا بار محبب هلا بهالفتره الاخيره مع الاطفال، ووجود الاوتس اللي موجود فيه بيعطيهم طاقه. ممكن انه نستعمل تريت او شيء حلو بس ما يكون عليه شوكليت. فعندك مثلا هون كيك باللوز مع البرتقال، بنقدر كمان اذا الولد بحب الفول نبعث معه تبروير مثل هذا صغير محطوط فول مع طماطم، نكون دخلنا الخضره بطريقه سريعه، ومنتاكد اهم شيء انه تكون مسكره الكونتينر بطريقه محكمه حتى ما كمان تسبب له احراج. هاي كلها افكار يمكن سريعه او بشكل سريع يعني، وانا حجرب بالاسابيع الجايه كمان شارككم بوصفات هي المكونات اللي حضرناها اليوم، هيك بتسهل شوي يعني على الامهات. جد شاهدتيني على كل شيء موجود هلا، افكار حلوه وفعلا ترجعنا انه اشياء البيت مره حلوه ومفيده. حضر لك لانش بوكس وعندنا الاشياء كلها. الحين حختار سندوتش على طول.